الحجب لا داعي لأن تدرس الحجب، لأنه إذا عرفت أصحاب الفروض وشروط أصحاب الفروض عرفت من يرث ومن لا، لا داعي للحجب أصلا. والله صدق ملغي، اعتبره ملغي عندنا، نقرأه بس اعتبره ملغي، لا أشكال عندنا فيه. والجد والإخوة ملغي لأن الأب جد، لا الجد أب، نعم، إلا في مسألتين عمريتين انتهينا. إذن يا أخوانا سهل الفرائض، ما تحتاج شيء، تحتاج ضبط، حفظ، مراجعة، وقسم تركات بس واقعية. لا قلنا الواقعية فيها أشكال، صك حصر إرث وكذا، واخرج من المشاكل، مفهوم؟ قسم تركات هكذا مسائل، والحمد لله أحسن لك، حتى تعين من قبل المحكمة وكذا، والله يعينك. نعم طيب، بهذا انتهينا ولله الحمد والمنة، انتهينا من المقدمة وما فيها، وانتهينا من أصحاب الفروض، وانتهينا من التعصيب، ومن الحجب أصلا، ومن الجد والإخوة، أكثر من نصف الرحبية ولله الحمد. يبقى معنا الآن حل التمارين، هو المهم. دراسة الرياضيات لا يمكن، يقول أكبر خطأ دراسة الرياضيات تفتح الكتاب وتقرأ هكذا، خطأ. رياضيات تمارين، مفهوم؟ فرائض تمارين، لابد تمرينات 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 حتى تضبط معك المسائل، مفهوم يا أخي؟ تمام. الدفتر، الدفتر الآن، اترك الدفتر يا رجل، دفتر الآن عنوان للطالب، دفتر نظيف مرتب، تسطر، لابد تسطر الخط مسطرة، نظارة بالساعة، المهم تسطر، ما أحد يضع خط بيده، كل وارث على سطر، ما تشرب من البحر، مفهوم؟ لا ترتب الدفتر. طيب يا أخي، دفتر غير مسطر كذا، الله أعلم عصا، مفهوم؟ لأن ممكن تأتيك مسائل بعد هذا في المناسخات من أول، تأخذ صفحتين أو ثلاث صفحات، وممكن تضع على هذه اللي يصوروا فيها الصكوك الأوراق، لا يضرك أنت، والله لو أتيك مليون ميت ما عندك مشكلة فيهم، تقسم بإذن الله ما عندك، لكن ابدأ الآن بداية صحيحة، تسطر لنا الدفتر، ترتبه كل وارث على سطر، تسطر بماذا؟ تقول والله أنا خطي جميل وخط مستقيم ما أعرف، تسطر بطاقة الشخصية موجودة، بطاقة سوا، شحن سوا، كذا، المهم تسطر لنا الدفتر مرتب، وغدا نتحاسب إن شاء الله، مفهوم؟ نبدأ الآن مسألة مسألة، نبدأ مسألة مسألة، نحل المسائل سويا إن شاء الله تعالى. طيب لا أحد يفتح شيء، اترك الكتاب الآن، الآن خليك معي فقط، أنا أحل التمارين الآن. طيب المشكلة هنا بدون ميكروفون، إذا وقفنا والله أنا يعني المشكلة هذه، طيب أكتب ولا أتكلم كيف أسمع؟ يمسك لك، يمسك لك، لا لا لا، المحامين كثير. طيب طالما موجود ما يحتاج كلام، انتبه معي يا أخي، انتبه لا أتكلم، والله لو نضع عقوبة للكلام يكون أحسن، إيش رأيك؟ لا لا، لو نضع عقوبة للكلام يكون أحسن، أنا أخاف التطبيق مشكلة لأنه بأخذ المحفظة. جاءتنا مسألة فيها زوج وابن معتق، شوف التسطير، هذا بالمسطرة سطر، وهكذا هذا على السطر، هذا على السطر، هنا على السطر تكتب الرقم، زوج وابن معتق، متى يأخذ الزوج النصف؟ عند عدم الفرع الوارث، ما هو الفرع الوارث؟ ابن، هل يوجد ابن في المسألة؟ انظر يا أخي، هنا هنا يوجد ابن، هذا ابن،
أخي نبحث عن ابن، تعرف تقرأ عربي؟ هذا ابن؟ لا. هذا بنت؟ لا. ابن ابن؟ لا. بنت ابن؟ لا. إذن الزوج يأخذ النصف، تكتب هنا نصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، تكتب باء باقي. أي مسألة فيها نصف باقي الاثنين تصلح؟ نعم تصلح. إذا مسألتنا من اثنين، نصف الاثنين واحد والباقي واحد، انتهت المسألة. مفهوم؟ تمام. مسألة ثانية، زوج عم شقيق، عم شين يعني عم شقيق اختصارا، تسطر في المسطرة. الزوج هل يوجد ابن؟ لا تستعجل، واحدة واحد. ابن لا، بنت لا، ابن ابن لا، بنت ابن لا. إذن يأخذ نصف، تكتب هنا نصف باقي. مسألة من النصف والباقي واحد، مفهوم؟ طيب انتهينا من من؟ من من انتهينا؟ الزوج. تأتينا البنت، البنت تأخذ النصف عند عدم المعصب. ابن هل يوجد ابن؟ ما يعرف يقرأ. يوجد ابن؟ وانا اتكلم عربي. ايش اسمه؟ ابنك زي ابن ابنك؟ ما يوجد، ما يمكن، صح؟ في فرق. تقول هذا ابني وهذا ابن ابني. هل يوجد ابن؟ هل يوجد بنت اخرى؟ اذن النصف باقي. مسألة من؟ مفهوم؟ طيب بنت وابن معتق او معتقة، مو مشكلة. يلا البنت هل يوجد ابن؟ يا اخي جاوبني. لا. يوجد بنت اخرى؟ لا. النصف باقي. بنت ابن، لا أحد يتكلم. هل يوجد ابن؟ نعم. إذن هنا ما تأخذ النصف، ماذا تأخذ؟ نعطي كل أنثى واحد ريال وكل ذكر ريالين على عدد الرؤوس. هنا لا يوجد فرض، نكتب واحد اثنين، نجمع كم؟ بنت خمسة أبناء. هل يوجد ابن؟ نعم ابن، فأكثر يوجد. ماذا نعطي الأنثى؟ ريال والذكر ريالين، كم؟ عشر. المجموع الأخ يقول هذه 11 ما وجدت هنا، هنا ما يوجد نصف، ما يوجد ثلث. لو وجد نصف ثلث من الأصول السبعة، إذا لم يوجد على عدد. مفهوم الدرس؟ طيب الآن تحل لي أول مجموعة، مسائل الزوج والبنت فقط، وأنا أصحح. لا في الثوب دفتر. نعم يا رجل تفضل يا أخي. المسألة الأخيرة يقول كم عدد الرؤوس هنا؟ ثلاثة بنات، انتبه معي يا أخي، وأربعة أبناء. كم العدد الآن؟ سبعة. تعط ما سبعة. ثلاث بنات كم ريال؟ ثلاثة ريال. وأربعة أبناء كم ريال؟ ثمانية. ما تعرف تعطي مصروف؟ كل أنثى ريال وكل ذكر ريالين؟ المجموع كم؟ 11 على عدد الرؤوس. يلا حلول يا أخي، تسطر بالجوال بالبطاقة. المسائل الزوج والبنت أول مجموعة عندك في الكتاب مكتوب صفحة الثامنة. يلا